بد قصتنا بعد ما شفنا إعلان الهاكاثون الصناعة، قررنا نشارك في مسار التصميم لحل مشكلة استلام والتسليم طلبات والشحنات، وبفضل الله فزنا بالمركز الثاني في تحدي الخزائن المبتكرة. طبعا بعد حصولنا على الجائزة ساعدونا فريق هاكاثون الصناعة في استكمال الإجراءات الملكية الفكرية، سواء كانت من خلال العلامة التجارية أو من خلال براءة الاختراع. أيضا تم ترشيحنا لعمل الدراسات القانونية والمالية من خلال برنامج كود التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أيضا بحمد الله أكملنا برنامج لانش باد التابع لمؤسسة مسك الخيرية، والذي كان هدفه تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتج قابل للتطبيق في السوق. أيضا حاليا الحمد لله تم قبولنا في حاضنة الأعمال التابعة لمعهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود. طبعا بعد ذلك حرصنا نجتمع مع عدة شركات محلية مهتمة في نفس المجال بحيث أن نفهم السوق عن قرب. أيضا صار في تعاون بيننا وبين عدة مصانع بحيث أن نصنع منتج أولي. الحمد لله اليوم نملك أول منتج لنا، ونؤمن أن ثرو لها مستقبل واعد في القطاع الصناعي واللوجستي. عندك أفكار مبتكرة؟ عندك عزيمة وإصرار؟ شارك في هاكاثون الصناعة.